هاي عالم الطيران بعده لليوم شغل الناس اللي بيفتشوا عن كواليسه وتاريخه وتفاصيله. 20% من الناس حول العالم بيخافوا من الطيران. 43 ل 54% من الطيارين يلي تم استفتائهم بالسويد، النرويج والمملكة المتحدة بيعترفوا انه ناموا خلال الطيران، وربعهم لقوا مساعدينهم كمان نايمين لما وعيوا. معظم الطيارين التجاريين بيقبضوا على ساعات الطيران من دون احتساب ساعات الانتظار بالمطارات. ميزان الحرارة وكل الأغراض يلي بتحتوي على زيبق ممنوعة على متن الطيارة لأنه هالمادة ممكن تهري الألومنيوم. خيار الأوتوبايلوت متاح عند الإقلاع والهبوط كمان، ولكن ما بيتم استعماله لتلافي الأخطار، وهو مناسب للتوفير من استهلاك الفيول. مين قال أنه ببعض حالات الهبوط الاضطراري بفض الطيارين الطيارة من الفيول لتخفيف وزنها وهو بيتبخر قبل ما يوصل على الأرض؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.